السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برنامج اوتوديسك بام 360 فيلد من البرامج أو من التطبيقات أو من المواقع المهمة، بحيث إن أنت تقدر تتابع كل ما يحدث في الموقع وتسجل كل حاجة بتحصل وتشوف المخطط ليه هو نفس المنفذ ولا في فرق. طيب دلوقتي عايز أعمل مشروع جديد، فهاجي هنا هقول له أكونت أدمن، ومن أكونت أدمن هقول له أنا عايز أبدأ مشروع جديد، فبقول له اسم المشروع وليكن مثلا VIM 3، بقول له البروجكت تايب هل هو داتا سنتر ولا هوتيل ولا اوفيس، الكونستراكشن تايب نيو كونستراكشن مثلا، قيمة المشروع دوت، الكونتراكت تايب التاريخ بتاع ذات المشروع المفروض ان هو هينتهي امتى، البروجكت جوب نمبر الرقم بتاعه، البروجكت ايمج تقدر تحط تعمل براوس تحط اي صورة انت عايزها، البروجكت ادرس تبدأ تكتب العنوان ايجيبت، المدينة الدولة، البروجكت تايم زون اللغة، واقول له سيف اند كونتينيو. فظهر معايا المشروع دوت، اقدر اقول له اكتف، تقدر تختار هينسخ السيتنج منين، الاعدادات هينسخها منين، واقول له وانت بتنسخ خد معاك الكومباني، خد معاك اللوكيشن والاسم والايميل، اقول له مثلا الايميل بتاعي الكومباني ITS، تمام سيف، بيقول لي اسم الشركة مش موجود، سيف. هقدر اضيف الشركة اللي انا عايز احطها، هنشوفها بعد كده منين، companies، اقدر اضيف اكتر من شخص واقول له finish.